حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي ربيعة ما إنه صومارين بانفلا يا هل كان حديث في صحيح مسلم كل ياي ورانا يا مصومارين ربيعة بن كعب الأسلمي وصحابي من المهاجرين من أهل الصفة من أهل الصفة أيو كمدي هاي رجت ضباطا قاية فقراء هاي النبي مرتضى وهاي مسجد كسيحانا يي وحي هل قني جهاد كقيب قادنا يي وحي هؤلاء المسلمين تقول تعالى كل بك هالين تودكو أدن قادنا يي المسلمين تنا مرتضى وها أيو كتر سنة ربيعة ابن كعب الأسلمي من أهل الصفة لبي يتمنى حديث من النبي كتب يا عليه الصلاة والسلام هل كان حديث بون كولا في صحيح مسلم والسنن الأربعة أبي داود النسائي الترمذي ابن ماجه يا مسلم حديث كان هذا إنه عاوه إنه أيو كولا يا هاي كوي طبعا كلي حديث كتبت كلي مسانيد ذكر الله يقول الله بنا إياه وحوق جريو ذي لحدا يصدح دي هجرة أيو جريو رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرك حد قصة دير بولي هاي وحديث لو حديث حديث كذا إنه مرة حديث أحمد كجرة أي عانوه قصة دير بوها وحو بولي هاي ورجل أخد مجر صوبانها عليه الصلاة والسلام رجل النبي قوة أديك جري أيو أها خادم بولي بقى أوتش شبان والنبي قول نقول ودق ودن وإلى واجد دم النبي قول سكوت إنه وابع الجدو أيو أها أيو أها وإنه نقول من دون إن شاء الله تعالى قصة دنا مركو حديث كشيعه أيان وشيق إن قسديسة حديث ربيعة بن كعب الأسلم قال سحابي وحول كنت وحانها أبيت كبرية مع رسول الله رسول كلاه بان لبري يشري قورية أبيت هذا قور وان سيحن شري وما تشيدي رواية كلو حديث كولي با عضيسي نبي قم مالين كوردن بانو أديك يشري بور سحابي مالين كوردن بانو أديك يشري وحو أباهن يهي سان أقو أديك يو إلا ونبي قم عشاها تكدو أيان لازم يشري أيان لازم يشري مركون النبي عشاء تكذو يقول جسوا آدو يقول أو قالوا أيام بنانك كوره فري سنتري بور بنان كوره فري سنتري وأبا أنت أو النبي بو أنت وحب هذا كعبه ويسوي له هذا ما حرتها الله كون نبادي إسكمت تجي جنب بنانو مركان يقول النبي كوب سو يقول جسوا قالوا بنانك كوري إريدة أيام فري سنتري مركاس مركا قارقود حن مغرج جري وردجة يا قرآن كون النبي آخرنا يو يا تسبيح ذا يا ذكر ذا يا الله برك النبي وقوته إلى إن ورعه مرك هل كاسن فدي يجري مرك أنت أن دالو أن إلى الله النبي وهذا دواق جم أي مرضنا بوحكا جم بهانو يعني سكن نغن شريبو مرك قاركودنا برت أن فدي أنت يهردي وقوتان سكس حن شريبو لأن النبي بسوق هيا ما أنتورنا و و و وشقيني ودالي هاي وحوردي وفدي وهذا النبي يسو نقوم واي مرة قرر دوسك سيحن شري إلى أن أبو مخصاد أصبح مرة قرر قد إتوسيو أنا برتي كيف ما كعب ها طيب من ربيعة ربيعة من كعب عفوا مرة قرر قد مرة كان دالو النبي قلنا وان إسلاو سيحن يعني إسكال لها بنشري أبيتو مرة معنا سوء كيدا حبين كان بدن كيبا ميش هدد جوكتو نمبرية مباطاي ساسو كوالا سحابي كنت أبيتو مع رسول الله رسول كلاهي بان لبري شري فأتيته بوضوئه ما لي معلومة كم إذا ويسدي سبان أوكيان يو حاجة هيدن طولا رمي جيسي وحنا بقول بهنا يان أوكيان فقال اللي وحيوني ما لي معلومة كم إذا سل ربيع وحن يوديس أبا الجد بنا بقول أشيء ذا إن كان هذا دد علي هذا يجي أخيار كا قيمة بضم بنا بقول ربائن وحن أقله وحن أجده وأبالك وحن كقبطه ما لا يشكر الناس لا يشكر الله ذي وهي فقلت وحاري أسألك مرافقتك في الجنة النبي الله وحنك ويدي سنية مرافقتك إن أنك قل رفيق وأنك قل صاحبه في الجنة جنة إن أنك قل درسان ربا جنة إن أنك قل درسه بمعنى وحكى الله زهرت جنة إن أنك قلان ربا وذي الله إيه بريده مد الله بهذه أن قلنا إن أن درس أن قلان نقدان ربا هذا سوء الدنيا النبي أبوك من لازمين ميل كلميان ونقاقا آخر إن أنك كافق أن نبار ربا السؤال هذا السؤال هذا قال النبي حول عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك كاكو أنك أهين مياد ويدي سنيس أو غير ذلك استفهام هذا استفهام كوضو واتكر بيووغة هذي عطف كوضنا أو بعده أو بين نغن واد ريبي وكل دوين قلت وحاي النبي الله هو ذاك طلب كي عطف وامتك أسقع طلب كأن دونيو يدن طيدو وإنتا وحكى لما تجروا
قال النبي عليه الصلاة والسلام فأعني أكلمي على نفسك نفط ظهرتها إذا كلمي بكثرة السجود سجود بدن تد سجود إناد بديسه إذا كلمي بمعنى نفط ظهر بن آدم باتاي وأمر بالسوء نفط إلا من رحم ربي موين مركو حب أنتين أظن إسبرك أنت شو السوها بيسه وضد تكسر حتى الله يقاطع ترى أظن مال دكتو لو ما فوتشين كرو هذا استهبيبته لكن والله قاضي كرا سموك تاي هذا ميت كده تطلب مال دكتو وإن بعضه يعني طوانك ما فوتشين كرا هذا لك أتفضل هل وإن هل بقى قاضي كرا لكن نبي حرفا عني نبي محمد بيجي يرجينه على يبر يبس انت ترى راس كسي حني أنا سود دال سود دال وما يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آيات أوفرس ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين هوش دون هاي نوام حي الربيعة أن يكون مع النبي إن النبي قال لتشر الرعو الربا نينك سار ربا محل قربا ومن يطع الله ورسوله وبال قربا هوش إنه ليمد هوش بالله الدري حديث كأنا سيد قرني سعان كها نبى استاج نبى الله قيامة قرما دع حسابه الدنيا قرما للرجو سور كقرما للرجع هي قرما الله أفوفي نبى حلو محاود ديار قريسته وسؤال علس محاود ديار القيامة هدي بره الغرض فتو محاك ديارة حن نبى الله وحكل أنو ما هي لكن رسول إلهي ما نشعل هاي إلهي الرسول كسان شعل هاي نبى حلو أنت مع من أحببت أحد كان تعيش أيضا راعيسا أنا حديث كم أسأله وتعليق وحولي فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأنا معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم بول فقه أنا صفرسو وحول أنه هذا أنا سأهي نبقى يا أبو بكر يا عمر بان شعله عثمان يا عائل لم يشيقن أفرس هذا حي إلي أبو بكر وعمر تتكلم معها مشان أمر علوس ويجي وحول أنا الرسول كان شعل هاي وأبو بكر وعمر بان شعل هاي أيا كان راعي يا بوري محمد راعي بحب إياه شعل كان شعل هاي بان كل راعي بوري وإلا ما أعمل مثل أعمالهم يا من لا إيمان عمل كرسول يا أبو بكر يا عمر طيب قاعدة وي إذن وحال قرب الروح عمل كائن لي ماده وأسوق السوء تهبيبه وصوى الشقيست فأعني على نفسك بكثرة السجود قصة دير بمركة حديث كولية هاي حديث قصة دير بولية هاي قصة دي سوء مركة وحيا هيد مركو نبي وكول عليه الصلاة والسلام كعبو هول سوء ديسو محانك وقبتا محاد دونيسا يوحو نبي الله وان صوت عشان كدي بان كوكو صور عين ليا وان صوت عشان كدي بان كوكو صور عين ليا دور مال بود بو نبي كم قنا ربيع كشي كي وحان اسيري حاري بن مركان هوشي روك روغي عندنا موسى سوي دين مركان هوشي روك روغي روك روغي وحا يصوب بحضي حاري بن الدنيا دو ومنقطعة زائلة بحروفه الدنيا وقو اي سوانا لقيتكي انت تجوكتنا وحان يسريبوا الإرساقات يعلف عنتو الله قدري وحول الدنيا النبي هو يدي سن بانكو أنسى ديبو سيئة دبا محاكو درم أرنك هذا آخرو هوشي سان أروري وحان قصة أروريي إنان هول آخرو آخري خصيصة النبي هو يديستو ونوح الدنيا أنا كاق بحن مالك الدنبو النبي هو أركي حول الربيع ومحاك توصن بيسن ماذا فعلت؟ يعني قوانك طوقات السودة حنا بي الله وحن كويدي سنة يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار رواية أحمد أسأل مرافقتك في الجنة سيسم لون تكوغ لنو ومعنها أفها أنتو نبي الله وحن كويدي سنة يا بوري إنا إي إرقي سود الله إي بريضه رواية ظهورية أحد حديثة وحي كجر توحانا ساوري بوري أن أوري أن هول آخره قوان كذا أوقاتي وحان أوجا هاي بور النبي جو درجة ذو إلهي أكتسه كله ما دام صوبنه يقال له إسكو في عينه إلهنا ما أنت النبي كأجه اللي أوكل وحوني ويديسو
هول الدنيا بها كل لحنينة هول آخر النبي قوي دي سائر يقول سويش ما حين نقطي نبي الله يدعى وي وإله إيجابري إن الجنة كقول الرفيقون كقول الدرسو رواية كوع ضيسي يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار أنت أمرك يري نبي وحوري يا كوش هيك تلدا من أمرك بهذا نبي محفلي هي إنه نبي الله هدي نوي نوانا هرين وأوبتاي حلو دحنك عر يدحلك عر بوانا هاي نين أدلاو هذا ماشان بورك إسكت دحتفر وانا هاي هدي هري يقول يلا هبيان وبان هاي وهل يلا ما أنا وبان هولا سو نبي كسوق هاي يروح له المال نبي حول ياكو أمري إن أتلا هذا نبي الله وحن ربا إلهي إبري إن آخره جنة إيجيو نار نجبت بعدين كل الدرسو حول الله محمد سمي يوم كل دار تحقن الله صوت دري أحد بن آدم النبي الله أن كلاته شديد مجره وش أيضا أنا أبى جو أن كأجر نبي هوش مركا فسكت طويلا النبي يقول حقا أمسي إن نبرأ عبار بنبي يقول أمسنا وفوري من لا إله إلا الله تشن يا صبره جبريل بابا هوست وحقا شيء وحي بسود دق دقي صبنا هوله لما قلم وقتها مركو عبار نبي يقول أمسنا ونريد محاسو عشان نبي يقول ودي سي يوحي إني فاعل ذلك فاعني على نفسك بكثرة السجود ورواية أحمد وأن يلي آخرنا وأنكو شفيعي إلهنا وأنكو ويدي إن جنة إنه كدرسنا لكن ما حنكار ربا أضغنا حيوه الله إمو حيوه الله إمو شيخه العقب بقول كون الله يقرر ربا بقول كيف هذا نكار ربا وعلوس تيم وقتا هم حزم حافي عن حيوه كون تمان سهل لحظاً كوبان عيستا تضباطاً صداً حرطة وحلقوك جماعة المسائل قبل انت ببوحية ومعقول لكن برنان كان الله سون الله يدهو ويرها عرستا نبي حرفا عني على نفسك بكثرة السجود لأنه هو شمح يبا أنت الشفاعة يرقدو أسباب شروط بيبا أنت أسباب شروط أدوغن السوق أدوغن السوق أدوغن السوق مركا رقم بين مركا صحابة أولى هاي إني وبلانت صحابة أول النبي شفاعة ويديستي التوصل بذات النبي ولا بجاهه ماء وامحي وطلب الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام لأن شفاعة وامحي والطلب والسؤال وي مركا أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار تانو يكب بذنت مالي مال ما كم إذا صحابة قاركود حديث عوف ابن مالك عند أحمد وغيره نبي قوة سعى نبي انتو نقد تقيب وإن نظر نقم مقنا مركزا شنقر يوضا هذا يولو أيان مقالي انتان نحن نبي مياه اللي دي لمعيدا بها سويع والنبي كلي ملايقي يعيدا بها الله الله إياه نبي الله محاجرة جبريل با إيميد وحيشك أمد إذا كلابات إنه جنة قلها إياه إن أهل الجنة هم أي نص نقنايا إن أي ثلث نقنايا إن أي ربع نقنايا سي إلى نقدين ثلثين بين نقدين بل أكثر أهل الجنة دخولا في الجنة أي نقدين صحابة النبي الله وحنا بقدره وحاكوا إلهي أنت كذب إفري إن أشفع عقاد المسلمين تيوم الضيدة صدق صحابة النبي الله وحنا كبر يينا إن إلهي النوبر إذا قل يها أشفع عقائسين من قدره إلهي النوبر ادعو الله إلهي إنه نغرق من أهل شفاعتك نوحوري فأنتم منهم صدحي زحابي وحاتين ذاتك أشفع عقائدونه صحابي كلام مقشي رور بقول صحابة نبي الله أنقنا نوحوري الدلالة أو شوي حران تهدي سود الدلالة اللي بوتو يسكسع المقت حروت أنصارت بائمانه هو وينك باسوك عيو نبي قم مانتو ندم دعو وضعيا صدح ذو الرسول النبي الله ندعى إلى إله نقدره ضدك أشفع أو النبي حول أن يدنك كواسد كدرتا يا رسول ادع الله أن يجعلنا من أهل شفاعتك فقال اللهم اجعلهم من أهلها مركو حاوي رقنك الشفاعة النبي إن لقد البول لقد عيستو أنتم ولا صحابة وقبضنا رقنك ويا قانين هول مركا هذا غريب أنا معها
صحابي كان ربيعة ونين هذا القيام بدن قصدر بوليه عجيب ونحمرته يسقي سيدنا أبو بكر هذا كورنا مناسبات كذا الله إنه دول مره وقصة عجيبة كعمن ربيعة الأسلمي هوش أمركم النبي ويديست النبي أنت كم هاري وفرس النبي أبال ير ربيعة أمركم النبي أنت ويديست هوش أقبل عن قاضي هول آخرين تان وقتها هذه هول آخر وإنه النبي مبدأ كان فعني والبوحو كان فعي أو بالتوحيد والإيمان والدعوة والإرشاد إنك أدعى عنك ربا نبي ولي وحور ربا كعب إنه أدونك واحتره ربيعة إنه كعب إنه نبي أدونك واحتره ربا وحور ما لدمه النبي يمين حور كعب يا ربيعه ما تقول ستي ما تقول ستي النبي الله حوري ربيع واد أكتهاي وحنا قعنتكم ما هيو هو يمكن وهو لبذيهين خرش هي حسابي أباني أنا بروي أكتي حالكي مد الله بعد مرة بروح آدماء إنه يقام مشغولية أدي قال يا خدمة هذا نبغى إسكا أمس هذا المدة كذب ويا نبغى ربيعو ما تقول ستي انت بك سعري نبي الله ان لايك كان مشغولين بالربا وهواني هؤلاء كلا انكم مشغولين انكم اديغان ربا وبالتالي قورنا هدي هؤلاء يا قرشه اي اباني نبي وا اسكا ابس مر صدحات اي نبي علين دونا مر كصدح انت سن علينين اي اسوق تشد الربيع ان عقل بدن با حول هذا الربيع وما كو دعي نبي ما هذا كور بو ساكو يري والعذور دارتي وسوء عليي والعذور دارتي نبي وحب ما جاي وخير بكوك يا هاي مرضى ما تنبي كوس علي هذا الكي اوكي ده نفتي سي والله تشضي بركو نفسي الله تشضي نبي هاد انت كما هاري ادي قولي رم بدو ان دقت كل مشكله وي روح مركا مر وح وانا سو بندقت وا لو عليا لا ما امس وا لو عليا وا لو عليا نير رم بدو وحا لا يري رير سو مرتي reemadu gumbogta wax dhibdo oo dhanba la saara reem calina wuxuu doqonimaa la saara dhibmala marka reer bu soo martay niman markaas ay raashin bay u keereen markaas uu bas waa dharagsaray waa iska qaatay raashinkii wuxuu iska qaatay markaas uu iskaga tagay niman kale oo gudcay niman waxaan soo maray mid gaa بمعنى أن جب هاي وندقسيا هاي وندمني ملا هاي ما حد ترى لي هديرهاش أنت إيه كيان من بس يعني ونحوج إسجوبي هي يبيس كلا تجي نيكو هاي هذا بس تري ما حد يبغى هذا بس يروح هاشين ولا قاطي وحوى جون إيه وأنا لو قد أرتاح وراشين كان عنا عنا والله أنا عنا يساي عم بنا ليه ها وأنا لو قص كدب عن راشين قادمنا يقول حلا صور دقي إسكو أرد وهول أي نيو برا وش هذا manu mabalag ba lay dhigaya akhyar ba noogu dheeran jirtay ma laygu dhaartay baan raashin ku cunay adoo hawlaas soo sugahay almuhim nabigu hawsha kuma shaqo kuma ahe wuxuu yiri saxaabi go'aankaas uu gaaray waxaan raad nabigu mar saddexaad kugu soo cisho lugu dhaaran ma isidii reer mudugiye mar dambaad nabigu kugu soo cisho haya ka dhay nabigu sidii mar saddexaad wali dhaqan buu nabigu hawsha haduu hadal yahay haduu dhaqan yahay buu saddex goor cisho salawaatu rabbi wa salaamu alayhi مرصد حال من الكعب الربيع وماد قرستي النبي الله ديار بنا لك وهذا ركتاي محان هيا وحول المسلسة ها ديار متها ها كان كرنا قا رير فوق وانصار ذو مدينة دعال كدقن درف كدقن يلو اتك ريه هبل وحد قلت له هذا رسول كا اسود جري قبدي ان هبلاء ايونا امري الا يقوريو ورك وردي هاي أنصار والنبي وركي من نواط قانا هادي أنصار المهاجر مكة ماشى مريان اسمه بردي كر أنصار وأكد وانت هاي بعجونيا هيلجونيا أي قبال ولذلك حب الأنصار وإيمان وبغضهم نفاق وكفر لكن كما إيمان حب المهاجرين وإيمان لما هيو وبغضهم كفر ونفاق لقى النبي قال لقى هاي أيضا يتهاي حقيقة هان لفظي كان كهلا لأن أنصار هولو قوني إلي هذا حلقة أدليدتو
adhiilo iyo hoo iyo garab iyo gacalnimo u baahan tahay ruuxa ku garab istaaga dadka waa ka tilmaamaya inaad dadka la sintana waa gunnimo. Kacab bin Malik markii laga toobad aqbalay muhaajiriin oo dhan hal nin baa uga istaagay markuu soo dhowaanayo, waa Talxa ibn Cubaydillah. Weligii muusan u hilmaamin hawsha uu ahayn jiray, abaal u ahayuu ahaa. Yaanan kusii mashquulinine nabi ow waad aragtaa buu yihi saas weeye u tag baa ani qoyska ansaarisaan ku dhex xuli waa dhaqaaqay reerkii waan u tagay see leeyahay waan bariidiyey waan salaamay maxaa nabiga baan ka socdaa saasuu isoo faray xale marxaban birasuulillaahi wa birasuuli rasuulillaah soo dhowo baa le rasuulka ilaahay ha soo dhowaado axad ku soo dirayna ha soo dhowaado soo fadhiiso gabadhii baa laygu yeedhay meeshii baa laygu mahriib ilaahay baan ku dhaartay xataa makhraati maysan weydiinin buu ansaar nabiga ka socotaa ha soo dhowow gabadhii baa fooda lay geliyey waa lay mihriyey anoo islaan ugu mihirsan tahay oo hadda lamaana ah ayaan soo laabtay buu weliba wuxuu ihi wa altafuunii waa laga kaftamay waa lay soo dhoweeyey hadiyar baa lay siiyey barfuumin iyo cadar baa loo mariyey nin aroosa laga dhigay dadka xirooga sakaraadka ee xuqanayay oo habaysan baa lasoo diray nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabi allahu saasay yeela ansaar waa ku ogaa buu soo fadhiiso gabadhii meherkeeda baa lagaa rabaa meher gee nabigu maxaanayaa buu maxaan geeyaa waad og tahay burayda ibn xusayb al aslami buu u yeeray qoysku ka dhashay rabiica odaygoodii burayda soo ma garanaysaan burayd ibn xusayb al aslami raggi madiina joogay ninku u odaysanaa buu u yeedhay wuxuu yihi wixii ree aslame meeshan jooga iskugu yeedh ninkana la soo kaaliyo gabadha meherkeeda ha la keeno nabi allow maxaan keennaa nuwaad min dahab isku soo dardara dhowr garaam oo dahaba hal garaam saddex garaam waxaad heli kartaa dahaba nuwaad min dahab waxyar weyo macno lahayn in yaroo dahaba keena hawsha bay soo qaaraameen waa loo keenay waxaa la yidhi dahabkan qaad intan yartaa nimanka ansaarad gabadhii meherkeeda iga qabta dheh inay xidi jiraatihiine waan tegay buu yidhi hawshii baan geeyey waa in yar oon lala hagaagi karin markaasay dhihin maasha allah waa meher badan waa kugu badan tahay waan yaxyaxay buu yidhi rabiica gabadha la isiiyey iyo waxaan la soo shirtagay yaridiisii iyo say ay u weynaysteen ay u imaansadeen ay ugu farxeen waxa waa meher badan kahiirun wa tayib waa badan yahay waana wanaagsan yahay gabadh meherkii laga bixin jiray weeye la siin jiray soo dhowow maalinka waxaan soo laabtay buu anoo walbahaarsan farajactu canhum ilaa rasuulillahi xasiinan anoo walbahaarsan baan soo laabtay ma ogtahay niman goba haddaa intaad gabadh ka bursato ay si qiimo badan kuga dhaqmaan waad foorjoobaysaa soo ma taqaanaa anoo foorjaysan baan soo laabtay buu ila dhayar foorjay fahma ayaari waa i garatee baan u malay gabadh baa la siiyey markii hore waaba la soo habeeyey war laguma celin makhraati lama weydini yaa ku yaqaana rasuulku inuu ku soo daray caddaynkeen meherkii yaraa ee uu soo qaadana waxaa la yidhi waaba meher ka badan meher waaba ka badan yahay marka xoogow asagoo dareemaya in abaal badan lagu leeyahay yuu saxaabiga soo laabtay nabiga arkay buu waana xasiin maada bika yaa rabiica li maxaa ku helay nabiga allah wuxuu yihi waa dakhranahayo nimanka ansaareed niman imtixaan oo gubanimo ku dhammaatay yaad ii geysi nimankiis waa iga garsu dheen weeye saasay ii galeen macna nabigu wuxuu macno malaha buu gabadha hadda waa in la aroosoo la dhiso oo maxaan sameeyey weliima inaad diyaarisa wey oo weliima nabi allah xaggee laga keenay wuxuu yihi caaisho u tag sallad caaisha ay leedahay xoguu heedoo qabadi aan ku ogaa intaa ka soo qaad buuri allah barakay raye caaisho u tag caaishaa tidhi yuu u tegay nabigaa isoo diray wixii jawaankaada ku jiray raashiina keen meel bay ugu soo gedisay intan baa noo taallay intan aduu qaaday tir ord allah kuu barakay nabi wuxuu kibisti iyo rootiga waa lahaya canjeerada iyo jabaatiga diyaar wey maxaa dhiman hilibkii lagu cuni lahaa burayd u yeedhay nabi wuxuu ihi burayda waxaad keentaa aadhigii arooska lagu qayli lahaa keen xageen ka keenaa ree aslam ka keen hala kaaliya ninkaan
dhowr neef oo adhig oo weyn weyn ku jiro yay soo ururiyeen buu adhigii iyo waxaan isla kaxaynay buri haddaan ree aslamnahay iyo qamadidii ama hayaddii ama gerbidii caaisho keento iyadan caaisho keento reerkii ansaarid baa loo tegay maxaa le xooluhu badana kiilku badana kiil ma taqana kiil baa la yidhahdaa badana hawshaad keenteen soo dhowaada waxaa le wixii kibis iyo raashiina annagaa diyaarina gabdhaha ansaarid baa dubi laakiin ree aslamow wananka iyo adhigu idinku qal oo diyaariya hawshii baa la diyaariyey markii weliimada la diyaariyey yaa marti loo yahay hadda rabiica marti loo yahay nabiga buu u yeedhay nabi weliimada ima buuri subani buu u yeedhay ansaar buu u yeedhay muhaajiriin buu u yeedhay weliimadii baa la cunay warankii ree aslam keeneen iyo kibistii hooyadan caaisho keentay baa lagu weliimaystay reerkii haddii la dhisay suxuulo looma baahno nabiga haddana u yeedhay calayhi salaatu wasalaam dhul buu siiyey beer nabigu uu lahaaba beertaa qaado nabigu maxamed uu gacan qaaday abubakarna dhulba ugu daray abubakarna beer kale uu siiyey wuxuu yidhi rabiica wajaa'at adunyaa adduunyaa timid waa runtii hadde shalay muxuu ahaa wadaad xero uu gaajo la daluumhayo meeshaa jiifa busta ayaa yuu ahaa haddana guriga waa camiran yahay laba beerood oo waaweyn oo muhaajiriin lahaynna uu helayba beeru nabigu siiyey iyamada abubakar siiyey halkana aafo ka tiban doontaa wuxuu yidhi adduunye hadday timid adduunye nusaanteeday leedahay dhibkeeda rabiica ka sheekeynay wuxuu yidhi maagi dambe beertu abubakar i siiyey ee weynayd iyo mid abubakar ku garab leeyahay ayaan in yaroo dhul isku qabsanay buu waxaa yidhi intan beertaydii xadkeedii ku jirtaa abubakar wuxuu yidhi warmaya waa tayri maaniga ha shalay ku siiyey beerta adigu haysataa adduunya maogta way dhib badanta imtixaan wey abubakar iyo rabiica is afdhaafay abubakarna waa yeel degan bu laakiin markuu caroodo xoogow wuu kuulaa radi allahu tacaala canhu waardaa erey qallafsan ayuu ku yidhi rabiicu ku yidhi de xanaaq waa taqaana waxyaabaha soo baxa ereygii markuu ka soo baxay sayidina abubakar wuu is garto wuxuu yidhi walaalo waa khaldamay ereygii aan ku yidhi igu dhi iga gooso xataa yakuuna alqisaas kir baa lagu yidhi anna kir baa laydhe aynu kale nasanno kadibna iscafino rabiic wuxuu yidhi maya kirna ku dhihi maayo ereygaada jirina mar dambe odhan mahayo laakiin kuma cafinayo abubakar hawshaa way ku adkaatay wuxuu yidhi laba mid yeel icaafi aysan ka ahayn iga aargooso laakiin waddo kaloo kuu furan ma ay jirto rabiic wuxuu yidhi midna yeeli mahayo abubakar wuxuu haddaad diido nabigaan kugu dacweynaya haddaad diido inaad cafido ama aad ereygii aan ku yidhi itiraado iga goosato nabigaynu iskula tegaynaa yeeli mahay buu haddaad doontay dacwey abubakar baa dhaqaaqay rabiicana waa ka daba dhaqaaqay nabigu u socday abubakar niman ree aslama arkay abubakar iyo rabiico isdaba socda oo nabigu usii socda nimankai ree aslam waxay yidhaahdeen oo abubakar muxuu isla waalahayaa isagaa wax kaa sheegay haddana nabiga kaaga dacwoon maya waa ku raacinaa baa layidhi inuu kaa gardaray innagaa tusayn wuxuu yidhi war aamuso war ma haysaane ree aslama yuu nabigu ina arkin buuhi kow middala abubakar yuusan dareemin inaad ila socotaan abubakar hadduu dareemo buuhi inaad ii hiilinaysa idinka ree aslama uu dareemo hawsha waa ku xumaan uu cadhoon buuhi abubakar baa ka cadho hadduu abubakar cadhoon nabi maxamed baa cadhoon buuhi hadduu subanuhu cadhoodana ilaahay baa cadhoon buuhi rabica iska daaye ree aslamdama la arki mahayo buuhi caqligiisu fog runtii waa ogyahay nin walba meeshuu nabiga ka joogay ilaahay ka joogay waa yaqaana wuxuu ree aslamo hadda wax ii taraysaan iga hara yaan layda arki aniga rabiica iyo abubakar keligaan aan u tagno suubanahana kala xukumo laakiin idinkoo idaba guurahayo gubilka iyomuxuu ahaa garabka ii buuri haddii la arko meesha cadho abubakar baa taalla cadho abubakarna maxaa ka dhalan nabi maxamed oo cadhooda waa runtii abubakar nabigu ma ogeyn la agmaro maxaa dadka lama sinayn dadka lama sinayn waayeelkii wuxuu yidhi waa abubakar oo ogtii wuu la hadlay reebaas wuxuu yidhi abubakar waa tacriifuuna man huwa abubakar innahu thaani ithnayn buuri
وذو شيبة المسلمين سأقول حولي وأوائل كي أمضى مسلمين ته وأنك عروبي أنك وين وياد حلق أيضا سأقول وين الصحابة وأنا أنك اللباد النبي الراعي لا تحزن إن الله معنا لغير وأنا أبو بكر الصديق بره صدح ذا يان لولا وذاكر إنك أنا يقول دلنا واحد وعبيت رمزاني رأى أسلمه حسك قالوا ولا حسك رونتا يعني دارك الله السرعة أبو بكر بلوي النبي قال لهم عليه الصلاة والسلام حنا محمد فحال الله هيا سيدنا أبو بكر بدعوه ذي ربيع وحولي فذكر ما وقع كما كان أبو بكر واحد دمر يهدي ضد كذي بما هي أبو بكر مكو الرمى هي وحيد عيب وسيدي سو شجب نبي الله إن يرسلنا ودي ويد بدن تبان رسكو قبان الربيع حقو واس أف دافناي إريان مناصين بايجا سوبو ذي وكقومي ولكي عفي باري وادي ذي إيجا قوصاني وادي ذي سيغا دبو ربيع ظهر رمبا يا يا لبو أركا ربيع نبي الله نبي وحوري ربيع وما سيداسا ها وحوري إنا إريا كل علم ويدو تكا قوصان ويدو فقد أحسنت واد وناجسي حمان ننكا كويدا هذا لما الجواب لا ترد عليه أبو بكر دوك جائفي أنها جائفين لكن العفدوي وقصب مع النبي الله اللهم اغفر لأبي بكر إله أبو بكر ودافده فقلت اللهم اغفر لأبي بكر فولى أبو بكر وهو يبكي إله أبو بكر وداف دمي جي سداف صادب انت ما إلي أبو بكر دواي القلب تشعسن بو هاي ودنقضي فولى وهو يبكي رضي الله تعالى عنه وارضاه قصة قيمها بلن بوليه سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي أيضو فافاسن كأخريا مسند أحمد حديث كي سردير كتيرة قصة مركة صحابي ربيعة أنك قيمها بلن إلهي بركيي نبي قلنا أشفع عوية أتحدى قدارن كرتينو يهي من أهل الجنة ومن أهل الشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رفقائه في الجنة إنو يهد قدارن كرتوي